اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. خلينا نقول في بدايه حلقتنا النهارده ان الدوله المصريه بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف اصحاب الهمه اهتماما كبيرا. اكيد حضراتكم شفتوا الاحتفال العظيم اللي تم تجهيزه بعنوان قادرون باختلاف. هم بالفعل قادرون، احنا بنتكلم في حوالي 15 مليون نسمة من اصحاب الهمة، ويجب ان ننتبه انهم قوة كبرى للمجتمع المصري ويجب ان نستفيد بها اقصى استفادة. في شاب اسمه شعبان الشيخ، هذا الشاب من النشطاء في ملف اصحاب الهمة. هذا الشاب تحدث الى برنامج الجدعان وبعت لنا رسالة بحقوق ومطالب أصحاب الهمة، أنا هذاعها على حضراتكم دلوقتي نصا كما كتبها صاحب الهمة شعبان الشيخ. لعل هناك من ينصت وينفذ ما يريده شعبان الشيخ ونحو 15 مليون مصري من أصحاب الهمة. بعد لما حضراتكم هتسمعوا رسالة شعبان الشيخ، خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. رسالة مواطن من ذوي الهمة، معا من أجل وطن أفضل للجميع، إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية. إدراكا منا كمواطنين مصريين ذوي إعاقة بحقوقنا وواجباتنا، وأن مرارة التهميش التي أصابتنا عبر العقود الماضية يجب أن يساهم الجميع في إزالتها، وأن يساهم ذوي الإعاقة في تأسيس الدولة المصرية الجديدة. ولذا فنحن نطالب بتشكيل لجنة رئاسية تعمل على تنفيذ المحاور الآتية: أولاً، إرساء استراتيجية وطنية لقضية الإعاقة، استراتيجية ترسم السياسات وتفعل التشريعات وتحمي الحقوق وتكافح كل أشكال التمييز ضد ذوي الإعاقة. ثانياً، اعتبار قدرات المواطنين ذوي الإعاقة استثماراً وطنياً يمكنه أن يحدث الفارق ويحرز تقدماً في مستقبل الوطن. ثالثاً، إزالة كل أشكال العقبات والحواجز البيئية والمادية والثقافية والمجتمعية التي تحول بين المواطنين ذوي الإعاقة وحقهم في الحياة. رابعاً، إطلاق مشروع خريطة الإعاقة في مصر بهدف إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة وإعداد بطاقة تعريفية ذكية تحمل البيانات الشخصية أو المرتبطة بالإعاقة وربطها بمختلف الجهات الحكومية مقدمة الخدمات لضمان سهولة وصولها لذوي الإعاقة مع إعادة هندسة جميع دورات العمل الخاصة بالخدمات المكررة لذوي الإعاقة ووضع معايير جودة لأداء الخدمات. خامساً، تدشين المركز الوطني لتمكين وتأهيل ذوي الإعاقة وإخضاع مكاتب التأهيل المنتشرة في أنحاء البلاد لرئاسة رئيس الجمهورية. سادساً، تدشين المركز الوطني لبحوث الإعاقة وتكنولوجيا إعادة التأهيل. سابعاً، تدشين المركز الوطني للتشخيص والعلاج والتأهيل الطبي للأطفال ذوي الإعاقة. ثامناً، الحد من حدوث الإعاقات بإدراك تدابير وقائية في جميع البرامج الوطنية للرعاية الصحية. تاسعاً، الإسراع في إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع في ضوء تعزيز نظم الدعم. عاشراً، ضمان فرص المشاركة الكاملة للمواطنين ذوي الإعاقة في جهود التنمية الوطنية. وأخيراً، وضع معايير للإتاحة في جميع المباني الحكومية الجديدة والرقابة على تنفيذها بصرامة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المباني الحكومية القديمة بحيث تكون متاحة للمواطنين ذوي الإعاقة. دلوقتي حضراتكم هتحضروا معانا مؤتمر علمي هام جدا نظمته شركة بورينجر إنجلهايم العالمية الخاصة بصحة الحيوان والشركة الدولية للتبادل التجاري الحر. تم الإعلان عن لقاح معجزة بالفعل، احنا وصفناه بالاختراع. هذا اللقاح يكافح أمراض الجمبورو والنيوكاسل والمرك في ضربة واحدة للطائر في عمر يوم داخل معمل التفريخ. خليكم معانا. فاكستيك HVT بلس IBD بلس ND أو فاكستيك الجديد، لقاح داجيني اختراع بجد
ابتكرته شركة بورينجر إنجلهايم الألمانية العالمية، وقدر يحمي قطعان الدواجن على مستوى العالم سواء في مزارع التسمين أو الأمهات أو البياض من أمراض الجمبورو والمرك والنيوكاسل، أخطر أمراض صناعة الدواجن، لأن الجمبورو باختصار بيدمر مناعة الطائر وبيشبهوه بمرض الإيدز البشري، والمرك بيسبب أمراض سرطانية، والنيوكاسل بيخنق الطائر وبيدمر جهازه التنفسي، وبالتالي يبقى الطائر يبقى لا حول له ولا قوة. عبقرية تصنيع لقاح فاكستيك الجديد هو أنه بيستخدم بس الجين بتاع الجمبورو والنيوكاسل، يعني بينتزعوا الدي ان ايه مش الفيروس نفسه، وبيتحمله على فيروس المرك المهندس وراثيا، وبالتالي بتتولد أجسام مناعية قوية جوه الطائر واللي بتهزم فيروسات الجمبورو والنيوكاسل والمرك الشرسة، ومن هنا بقى على القمة في العالم بإجمالي 100 مليار جرعة على الأقل، منها 2.5 مليار جرعة في المزارع المصرية، ونجح في حمايتها فعلا وزيادة مناعة الطائر وقدرته على مواجهة الأمراض وزيادة كفاءته الإنتاجية. وعلى فكرة لقاح الفاكستيك موجود في مصر من سنة 2011 من خلال المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT، وتعامل عليه كتير من الدراسات والتجارب الحقلية، ووراه فريق عمل مدرب واستثمارات ضخمة لتوفير تقنيات تطبيق اللقاح في معامل التفريخ، وقبل كده كانت مواجهة الجمبورو والنيوكاسل والمرك مأساة بجد. شركة بورينجر إنجلهايم العالمية والشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT احتفلوا بنجاح لقاح فاكستيك الجديد، لأنه من سنين طويلة ولغاية النهاردة بيكافح في الأصل أمراض الجمبورو والمرك. أما جهود البحث والتطوير العالمية كانت لإضافة مكافحة مرض النيوكاسل. تعالوا في البداية نقابل الدكتور أشرف زايد المدير العام بالشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT. النهاردة احنا موجودين عشان بنتكلم على لقاح مهم جدا، فاكستيك، بيعالج أو بيحمي القطعان من المرك ومن الجمبورو وأضيف ليه النيوكاسل، ده اختراع. تمام، احكي لنا بقى الموضوع. بالفعل احنا قدمنا لقاح فاكستيك HVT-IBD كأول لقاح محمل ضد مرض الجمبورو والمرك سنة 2010، وبدأنا شغل بالفعل 2011 في السوق المصري، وكان اللقاح له قيمة مضافة كبيرة جدا، مش بس في الحماية ضد مرض الجمبورو والمرك، ولكن في تحسين معدلات الأداء للقطعان سواء كان تسمين أو بياض أو أمهات، وده كان بينعكس على الأداء بتاع الطيور في نهاية الدورة في معامل التحويل، في معدلات استهلاكات الأدوية، وفي معدلات عمر البيع، وحاجات كثيرة جدا. النهاردة احنا بنتشرف ان احنا بنقدم للسوق المصري إضافة جديدة وقيمة جديدة مع لقاح الفاكستيك، واحد من ضمن اللقاحات المحملة المهندسة وراثيا والمصنعة بأحدث التقنيات العالمية، وهو لقاح الفاكستيك HVT-IBD-ND، بيديني حماية مبكرة ضد مرض الجمبورو ومرض النيوكاسل ومرض المرك، وبالتالي ده بينعكس عندي في معدلات الأداء والتحويل بتاع القطعان في نهاية الدورة. طب يا دكتور، هو موقف دلوقتي الفاكستيك اللي هو فيه الجمبورو اللي متحمل على المرك موقفه ايه؟ الفاكستيك الجمبورو زائد المرك ده أفضل لقاح أنتج في العالم خلال 10 سنين الأخيرة، واللقاح الحمد لله واخد ماركت شير حصة تسويقية في مصر لا تقل عن 35% من السوق المصري، و100 مليار جرعة حول العالم كله، واحنا هنا في مصر الحمد لله لحد النهارده محصلين فوق 2.5 مليار جرعة من الفاكستيك الجمبورو زائد المرك. لقاح مستمر، والحمد لله النمو فيه نمو مستمر، ولكن زي ما قلت لحضرتك ديت ادوات او اسلحه في ايد السيد المشرف او الدكتور الاستشاري او في ايد صاحب القرار في الشركات، ان هو على حسب الوضع الوبائي عنده هل يستخدم فاكستيك جمبورو او يستخدم فاكستيك جمبورو زائد نيوكاسل. فاحنا يعني دائما بنوفر حلول مختلفه في ايد صاحب متخذ القرار ان هو يقدر يوظف ده او ده او ده. تخيلوا في 140 مرض في العالم للدواجن، لكن أخطرها اللي بيهاجم الجهاز المناعي للطائر زي الجمبورو والمرك والنيوكاسل، وده معناه إنها فعلاً أمراض شرسة ويجب مواجهتها من المعمل الدجني، يعني في عمر يوم للطائر. دلوقتي هنقابل الدكتور جمال إسماعيل المدير الفني للشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT، واللي هيكلمنا عن أهمية التحصين في المعمل. عايز أتناقش معاك في قضية أنا شايفها مستقبل صناعة الدواجن. إحنا رايحين بسرعة الصاروخ إن عملية التلقيح تكون داخل المعامل فقط مش في المزارع، صح ولا غلط؟ هو فعلا أستاذ محمد كلام حضرتك مظبوط جدا جدا، وده ترند عالمي
ان معظم التحصينات ان شاء الله تعالى هتبقى كلها في المعمل. طبعا نتيجه ان التحصين في المزارع ممكن ما يبقاش عليه كنترول، المزرعه ذات نفسها ما بتبقاش مطهره كويس، الوبائيه بتبقى عاليه. النهارده طبعا معمل التفريخ دي حلقه مهمه جدا في الصناعه، حلقه التطهير فيها بيتم بصفه يوميه. كمان في حاجه مهمه كمان، ان احنا في مصر كمان بنختلف عن دول العالم، الوبائيه عندنا بتبقى عاليه والمرض بيجي بدري، فانا محتاج ان انا احصن بدري قوي قبل ما يجي المرض الطبيعي. فاحنا بنحصن في المعمل عمر يوم، احنا من 2010 لحد النهاردة عندنا خريطة بكل تحصين اتحصن، كل كتكوت اتحصن اتحصن فين وفي معمل ايه ومين اللي حصنه، وده الحمد لله تعالى اللي مخلي فيه استمرارية. احنا حريصين ان احنا بالرغم ان يبقى معاك تحصين كويس لكن لازم تقدمه للطائر كويس. وفعلا زي ما حضرتك بتقول الاتجاه فعلا رايح، احنا كان عندنا تحصين للجمبورة، عندنا تحصين للنيوكاسل، في تحصينات جايه للاي ال تي، في تحصينات جايه لحاجات كتيره جدا جدا، في تحصينات النهارده بعد ما كان تحصين واحد بس متحمل بقى في اثنين وجايه حاجات ثلاثه. فالمستقبل كله رايح للحته دي، وانا شايف انها حته كويسه وبتقطع حلقه كبيره قوي قوي من انتشار الامراض ما بين المزارع، وان شاء الله تحد من الوبائيه في مصر معظم الامراض عشان نتقدم. احنا دوله متقدمه جدا في صناعه الدواجن، عندنا كفاءات، عندنا كل حاجه، بينقصنا حته التنظيم وحته الاهتمام شويه بس بالشغل بتاعنا. تعالوا دلوقتي نقابل الدكتور محمود الشناوي رئيس مجموعه الشناوي للدواجن، وهو قصه نجاح كبيره في الصناعه ومزارعه في شرق قناه السويس، وبينفذ خطه سنويه مبهره في التوسع بمزارع التسمين، وبالمناسبه ليه تجربه مهمه مع لقاح فاكستيك الجديد، ركزوا معاه. كلمنا عن المشروع، النجاح ده اتحقق ازاي، اشتغلنا ازاي، بنعدي الحاجات بتاعتنا ازاي، مستلزمات الصناعه. طبعا احنا كنا رسمين استراتيجيه للشركه، احنا كانت طاقتنا في البدايه تقريبا حوالي 1.25 مليون طائر في السنه على يدي. وحركه شرفتنا طبعا بالحضور ايامها، يعني النهارده تقريبا احنا مقاربين على 13 مليون طائر في السنه. الحمد لله احنا بنحقق معدلات تحويل كويسه، سواء نسب بي ان برضو كويسه، برضو ربنا نعم علينا بالمكان اللي احنا فيه ان مفيش جنبينا اي مشروعات مشروع انتاج دواجن. احنا يعني بنعد حيوي كامل في المنطقه. الحمد لله احنا بنعد اكبر مشروع انتاج دواجن في السويس، واعتقد برضو في محافظه جنوب سيناء. ان شاء الله استراتيجيتنا 22 ان شاء الله يكون مصنع العلف بتاعنا خلص ان شاء الله. 23 هنبدا امهات ان شاء الله. امهات أمهات. طب والجدود بقى؟ عايزين نرجع كمان شوية. 24-25 لسه شوية بس، يعني عشمنا في وجه الله إن شاء الله نقفل السايكل في خلال الأربع خمس سنين اللي جايين. الصناعة بالحجم ده فين التصنيع؟ فين المصنعات؟ فين المجزئات؟ احنا مأجرين مجزر من أحد أكبر المجازر الموجودة في المنطقة، بنقوم فيها بعملية التصنيع كاملة الحمد لله. جزء كبير من الإنتاج بيتوجه للمجزر وجزء بينزل سوق محلي. يعني دلوقتي بقى في فرخه اسمها الشناوي، ولا المنتج بتاعك اسمه ايه؟ مسميه اسم مسك باسم بنتي. مسك، الله اكبر، ربنا يحميها لك. الله يخليك وينجح الفرخه بتاعتك، لانها فعلا انا شفت انت بتشتغل باعلى تقنيه للحفاظ على الفرخه بتاعتك. الحمد لله الحمد لله. خليني اسالك سؤال، فاكستيك لقاح مهم جدا، متحمل عليه ثلاث حاجات لمكافحه ثلاث امراض من اشرس ما يمكن في صناعه الدواجن. احنا اشتغلنا باللقاح، دخلناه على سبيل التجربه في تقريبا من 60 يوم. نتائجه صراحة كانت نتائج محترمة، غطى ثغرة كانت دايما موجودة عندنا الفترة من العمر 20-30 يوم في فترة نزول المناعات في الثلاث فيروسات دول تحديدا. وضعه سيف، كان فيه تشالنج حصل لكن اللقاح صد الحمد لله. كان آخر اجتماع مجلس إدارة لينا ان احنا هيبقى استراتيجية الشركة في الفترة اللي جاية ان شاء الله بالفاكستيك ان دي. لقاح فاكستيك ليه فوائد كتير على الطيور، أهمها ان جرعة واحدة بس بتحميها من جميع عترات الجمبور والنيوكاسل والمارك، وبتتحصن بيه الكتاكيت في معامل التفريخ، وبيدي حماية للطيور بدون أي جرعات منشطة. كمان هو لقاح آمن تماما وفعال وسهل الاستخدام وبيحمي جميع الطيور. دلوقتي تعالوا نقابل الدكتور حسين علي حسين وكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. نتكلم عن ثلاث أمراض شديدة الخطورة على صناعة الدواجن، ضربة واحدة كافحناهم عن طريق الفاكستيك. بنسمع عنه ان هو عقار مهندس وراثيا ومحمل وراثيا، اشرح لنا يعني ايه اللقاحات المحمله وراثيا. احنا بنحط بناخد بعض الجينات من فيروسات نحطها على فيروس، يعني فيروس يمثل كعائل
ونحمل عليه الفيروسين التانيين. وهنا الملك. الملك بالنسبة لنا في اللقاح بتاعنا ده الملك هو أحد اللقاحات المهندسة وراثيا، وفي نفس الوقت بيمثل جيل جديد، جيل جديد لأنه بيحتوي على أكتر من إنسرت أو أكتر من جين لفيروس مختلف، وبالتالي أنا قادر إن أنا أركب ثلاث فيروسات في فيروس واحد. ده طبعا هيبقى فيه إنعكاس عالي جدا على عملية التحصين، نجاح عملية التحصين، لأن طبعا أما بتحصن بمعنى التفريخ اللقاحات المهندسة دي أو المحملة بنحصنها بمكن، وبالتالي العامل البشري هنا بيقل، نسبة الخطأ بتقل، بيبقى في مناعات للثلاث أمراض بتضمن أن هناك استفادة من اللقاح اللي انت اديته. طب اشمعنى دكتور فاكسك هو اللي عمل النجاح ده؟ ما في لقاحات تانية من شركات عالمية مهندسة برضو مهندسة الحقيقة في ومحملة. الحقيقة في نوهاو في 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 الفيكتور أو العائل الفاكستيك نفسه واللقاح المارك نفسه. الحقيقة طبعا ده شغل 10-15 سنة في الـR&D في شركة البحث التطوير في شركة بورينجر إنجلهايم، والحقيقة هم حاطين بعض التتابع بعض التراكيب الوراثية داخل هذا اللقاح اللي بتضمن كفاءة اللقاح ده وان يديني مناعات مبكرة وان يديني مناعات لمدة طويلة. فهو اوريدي عامل موديفيكيشن وعامل شوية تغيرات وراثية بيضمن اوريدي ان الفاكستيك ده بيشتغل احسن من مثيله من لقاحات المارك، وبالتالي هناك تطوير وبحث تطوير كبير جدا وتغيرات وراثية هم عملوها. الحقيقة عملوا ثلاث حاجات أساسية، يعني ثلاث حاجات أساسية في الفيكتور ده، ان هم استخدموا نوع من التركيب الوراثي اللي هو البروموتور ده بيساعد عملية النسخ، وبالتالي بيضمن ان البروتين ده هيحصل له اكسبريشن او هيتعبر الجين ده يتعبر عليه ويديني بروتينات كبيرة تعمل مناعات مبكرة. في نفس الوقت عمل حاجة بنقولها اوبتمايزيشن، قادر يشوف التراكيب الوراثية ويضمن ان المناعة للمرك والمناعة للجمبورو المناعة للنيوكاسل هتبقى بكفاءة عالية في الثلاث أمراض بالرغم ان هي في منتج واحد. دايما يفضل يكون تحصين الفاكستيك في ظروف معمل التفريخ القياسية لضمان نجاح عملية التحصين وحصول كل كتكوت على الجرعة كاملة من التحصين مقارنة بالتحصين في المزرعة. أكيد مش هيبقى في دقة المعمل، كمان بيضمن إن مفيش كتكوت اتباع لأي مربي غير محصن ضد الجمبورو والمارك والنيوكاسل. تعالوا نقابل الدكتور خالد العيوطي وهو مربي دواجن أمهات وتسمين، وبينتج في دورة التسمين الواحدة حوالي 2,300,000 طائر. ما شاء الله بجد. طمنا الأول يا دكتور، احنا آخر مرة تقابلنا من سنتين كان طاقتنا حوالي 1,500,000، وصلنا لإيه النهاردة؟ الطاقة الحالية تقريبا للشركة دلوقتي 2,300,000 في الدورة، يعني بتفوق ال 14,000,000 تقريبا طائر في السنة. التسمين بس ولا دخلنا بقى علف؟ بنجهز مجزر، عايزين حلقات عندنا متكاملة. مشروع مصنع علف بينتج 20 طن ساعة موجود في الخطبة. ده يغطي احتياجاتك؟ ده بيغطي احتياجاتنا، وبرضو في فائض منه للإنتاج التجاري، وبرضو عندنا إن شاء الله في مشروع بيتجهز دلوقتي يعني في خلال عام ولا حاجة إن شاء الله بإذن الله، مشروع مجزر. يعني طاقة المجازر في مصر ما ينفعش ان احنا نستوعب فيها الانتاج بتاعنا؟ لا طبعا الطاقة اقل. دي حاجة. الحاجة التانية هو ضمن مشروع الانتجريشن بتاع الشركة ان يكون موجود جواها مجزر. التكامل. يعني احنا عندنا بالظبط التكامل. عندنا امهات وعندنا تسمين وعندنا مصنع العلف خاص بالامهات وبالتسمين وكذلك المجزر عشان انتاج الفرخة الفريش او الفرخة المجمدة. دكتور خالد، الفاكستيك الجديد تعاملنا معاه ازاي؟ اللي هو بقى محمل عليه المارك والجمبورو والنيوكاسل. بصراحة كان لنا تجربة هائلة جدا في أول دورة من استخدام اللقاح عندنا في المحطات. أول دورة تقريبا يعني معظم المحطات عندنا اشتغلنا باللقاح اللي هو الفاكستيك NDIBD. المعدلات الأداء هائلة جدا، السيطرة على مرض النيوكاسل والجمبورو، معدلات النفوق برضو والأوزان و نتائج هائلة جدا جدا جدا. دلوقتي معادنا مع الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT ونائب رئيس الاتحاد العام لمنتج الدواجن في لقاء مهم جدا عن الصناعة وازاي نحمي المربين من تذبذب الأسعار. ركزوا معاه. بنعلن عن لقاح جديد تماما، أحدث ضجة في العالم في صناعة الدواجن وأحدث تحول كبير جدا فيها. ولو كلمنا عن عملية التحصين داخل المعامل يبقى الشركة الدولية هي صاحبة الفضل في دخول هذه التكنولوجيا إلى مصر. مزبوط. إزاي بقى الناس يا دكتور اللي هي شركة بورينجر إنجلهايم تقدر تعمل ثلاث لقاحات في لقاح واحد؟
لمكافحة أشرس أمراض الصناعة. بالنسبة للشركات العالمية وخصوصا بورينجر إنجلهايم بيبقى عندها قسم الأبحاث والتطوير، 20% من صافي الأرباح بيتصرف على القسم الأبحاث دوت، وبالتالي دخل في تكنولوجيا جديدة اللي هي بسموها اللقاحات المحملة. فكرتها ببساطة شديدة جدا، ان انت بتجيب فيروس الميريك الخاص بعترة الرومي، ودي على فكرة عترة غير ضارية للدواجن، يعني ما تعملش اي حاجة، وفي نفس الوقت بيجي على الفيروس نفسه وبيحمل عليه الجزء الخاص بالجمبورو اللي هو مسؤول عن تكوين الأجسام المناعية جوه جسم الطائر، فبيزرع الجزء ده، الجزء الخاص بمرض النيوكاسل بيزرعه على هذا الفيروس. فبتقدر حضرتك تدي اللقاح ده مرة، وفي نفس الوقت بيديك المناعة على كذا مرض حسب الأمراض المتحملة على الفيروس. يعني اختراع يا دكتور؟ طبعا. فأولا بيوفر وقت، بيوفر الإجهاد الشديد على الطائر، في نفس الوقت عندنا مشكلة رهيبة بالنسبة للجمبورو، ان الكتكوت اللي بياخد التحصين ده بيبقى عنده مناعة أمية جاية من الأم، فاللقاحات العادية مشكلتها انها بتتعادل مع المناعة الأمية وما بتديش اي مناعة للكتكوت. التكنيك الجديد دوت قدر ان هو يحل المشكلة دي، ويقدر يدي المناعة فورا حتى في وجود المناعة الأمية للكتكوت. إذا حضر الماء بطل التيمم، وحضرتك بصفتك نائب رئيس الاتحاد العام لمنتج الدواجن لازم نتناقش في قضايا الصناعة، اسمح لي يعني. أتفضل. احنا بنتكلم في كرتونة بيض النهاردة انهارت بشكل كبير جدا ل 34 جنيه، معنى كده ان المربي خسارته فادحة. احنا بنقول ان الكرتونة على الأقل تكلفتها 40 جنيه، بنتكلم فرخ التسمين النهاردة الكيلو 21 جنيه، فين السعر العادل؟ أين اللجنة اللي قلنا إن هي تعديل للجنة ثلاث اتنينات اللي هتقدر إن هي تحمي الصناعة وتحدد سعر عادل ما بين المستهلك وما بين الإنتاج أو المنتج؟ هنعمل يا دكتور؟ خلينا نعترف بحاجة، إن الصناعة غير منظمة، محتاجة إعادة تنظيم. عشان تنظم الصناعة طبعا الموضوع بيحتاج وقت، فإحنا القيادة السياسية متمثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومعالي وزير الزراعة عملوا اللجنة العليا لتنظيم هذه الصناعة. وكان أول اجتماع ليها تم من تقريبا أسبوعين، هتشكل عن اللجنة العليا لجان فرعية، هتبدأ تدرس المشاكل، وأهم حاجة التنظيم. أنا ما ينفعش أن كل واحد يربي من دماغه أي كميات في أي وقت، ويحصل فيه هلع على المواسم، ويحصل عدم إقبال على مواسم تانية، وبالتالي بقى فيه تذبذب في الأسعار. فاللجنة العليا مع وجود الشركة البورصة السلعية هنقدر نحط حضرتك اللي تفضلت بيه السعر العادل للمنتج والمستهلك في نفس الوقت. طبعا عشان البورصة السلعية تتعمل محتاجة ان انت تدخل بيانات ناس المربيين، ولازم هتعلن عليها وهتاخد اجراءات التسجيل، ان لازم يكون سجل تجاري. طب لو ما عنديش سجل تجاري بنحط بدائل جديرة. فالحقيقة بس احنا على اول الطريق، لسه خدنا بس خطوة بدائية، وان شاء الله مع الوقت الامور هتبتدي تتنظم، لان انت داخل على وضع معقد جدا وبقاله سنين طويله مش منظم فيها. دكتور احنا النهارده بنتكلم في 100 مليار جنيه، معقوله 100 مليار جنيه مش قادرين نحط لها اطر تتعامل من خلالها تحمي مربي وتدي سعر عادل للمستهلك؟ بالظبط. النقطه الثانيه برضو ان الاتحاد برضو ايده مغلوله، اللوائح بتاعته والقوانين والرأس المال العامل في الاتحاد كلها دي قيود محجمانا. عشان كده احنا كاتحاد حاطين املنا كبير جدا على اللجنه العليا، بس برضو انا فوجئنا ان اللجنه العليا ممثله، الاتحاد ممثل فيها من خلال رئيس الاتحاد فقط، فالمفروض ان يحصل تمثيل الاتحاد بعدد اكبر من كده. يعني احنا فوجئنا ان الغرفه التجاريه بعتين اتنين حضروا اللجنه، على الرغم ان التشكيل الاساسي بتاع اللجنه مش ناصص على حضور الغرفه التجاريه. والغريب بقى ان بتوع الغرفة التجارية اول اجتماع طلبوا بتفعيل قانون تنظيم تداول الحي 70. طب انت جاي النهاردة تعرض مشاكل وتحط حلول، وممكن يكون حل من الحلول تنظيم تداول الحي ممكن، ولكن اذا كانت المجازر تكفي. بالظبط، المجازر لا توزيع جغرافي يكفي ولا تكفي هي شخصيا انشاءات المجازر الموجودة في مصر. لازم المشاكل تتعرض بشكل علمي وتتحلل واسبابها ويتحط. يعني الحلول قادمة للصناعة. الحلول القادمة، احنا على اول الطريق. فاحنا اول اجتماع اتعمل للجنة العليا،
برضو أول اجتماع للمجلس الأعلى للأوبئة، وده برضو من النقاط المهمة. شركة البورصة السلعية معالي وزير الزراعة مضى البروتوكول، ومن ضمن البروتوكول اتحط فيها منتجات الدواجن من ضمن السلع اللي يتم تداولها. وأنا عايز أقول خبر مهم قوي، طبقا لقرار إنشاء البورصة مفيش أي بورصة تانية هيسمح لها بالعمل في مجال السلع اللي هي داخلة تحت البورصة الأساسية. يعني ما في بقى كل تاجر عامل لي بورصة ببنها، واللي عامل لي بورصة ما عرفش فين وفين، كل ده بالقانون هيتلغي. لقاح فاكستك الجديد خضع لاختبارات محلية ودولية في مختلف سلالات الدواجن، تسمين بياض أمهات، وأثبت أنه قاهر الجمبور والنيوكاسل والمارك، وبيدي للطائر حماية طول الدورة ومن غير جرعات منشطة، وما بيأثرش على المناعة الأمية المكتسبة الطبيعية في الكتكوت. يعني اختراع بجد. دلوقتي مع المهندس محمد جلال خبير الطاقة الشمسية هنتعرف على مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الزراعية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية. هو تقرير شديد الأهمية، وهيوضح ضوابط التمويل للحصول على محطات الطاقة الشمسية. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم هتقابلوا واحد من أهم خبراء تصميم وتحديد قدرات وتركيب محطات الطاقة الشمسية في مصر، المهندس محمد جلال رئيس شركة إي سولر لمحطات الطاقة الشمسية، عشان نشرح لحضراتكم مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الآبار الجوفية في القطاع الزراعي، وده ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5%. كمان المهندس محمد جلال رئيس شركة إي سولر لمحطات الطاقة الشمسية هيشرح آليات الاستفادة من المبادرة، وكمان استغلال محطات الطاقة الشمسية في بيوتنا للاستفادة منها في تقليل تكلفة فاتورة الكهرباء. ركزوا معاه. البنك المركزي المصري طلع قرار هام جدا بإدراج كل محطات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي ضمن مبادرة 5%، يعني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ده ممكن يعمل تحول كبير جدا في استخدامات الطاقة الشمسية. حصل. طيب شايفها ازاي النهاردة بعد هذه المبادرة؟ شايف ان انت اخيرا بدأت تمشي في الاتجاه المظبوط واتجاه صحيح، بتدعم فيه اكبر قطاع بيضر حجم مدخولات موجود في مصر وجمهورية مصر العربية اللي هو قطاع الزراعي. فالنهاردة يعني تقدر تقول الحلم بدأ يبقى حقيقة فعلا. كنا فين وبقينا فين، وخاصة البنك المركزي موجه ان الموضوع داخل ضمن المبادرة بتاعت الدعم بتاع سيادة الرئيس. انت بتتكلم في 5%، 5% وتناقصة، ده رقم محدش كان بيحلم بيه. الشروط بتاعته بمنتهى البساطة، اي حد مقنن وضعه، يعني مقنن وضعه يعني انت يكون عندك الارض بتاعتك ليها عقد رسمي مقنن، البير مطلع رخصة بير، او لو انت شركة سجل تجاري وبطاعة ضريبية والورق القانوني بتاعك، بس اهم حاجة تكون الارض مقننة ومعاك رخصة بير. انا كمزارع بروح اتقدم للبنك الاهلي المصري او البنك الزراعي المصري، ولا باجي لحضرتك الاول وحركة اللي تحول ورقي؟ الاتنين متاحين. حضرتك كمزارع لو توجهت لاي بنك، اي فرع من فروع البنك الاهلي او اي فرع من فروع البنك الزراعي، هيرحب بيك جدا، وهتبدا ان انت تاخد الاجراءات لحد ما يجي يقول لك عايزين عرض سعر من الشركه اللي هتنفذ لك عشان خاطر نعتمدها ونعتمد لك القيمه اللي هتنزل لك في المشروع. والعكس صحيح، لو حضرتك توجهت لاي شركه من شركات الطاقه الشمسيه النهارده كلهم عندهم علم بالمبادره وشغالين بيها، وفي نفس الوقت احنا بناخد الورق بتاع العملاء وبنوجه العملاء على اقرب فرع ليهم وبنتعامل معاه. هنعكس ده ازاي بقى على البيوت؟ بيوتنا احنا الكهرباء بتزيد علينا برضو، مفيش اختلاف. فاتوره النهارده 2000 و3000 جنيه. انا شايف عند حضرتك نموذجين النهارده، سخان وادي محطه طاقه شمسيه. انت قلت لي ده ينفع للبيوت وده ينفع للبيوت. مظبوط. افهم دلوقتي بالنسبه للبيوت، احنا في الاول وفي الاخر لو تفتكر احنا كلمه قلناها زمان، قلنا ايه؟ انت رايح للطاقه الشمسيه رايح، انت جاي بس السؤال انت جاي امتى؟
امتى دي اللي بيتحكم فيها التكلفه الحاليه اللي عليا. انا بيت النهارده او شقه فاتورتي 400 جنيه لسه بدري، طب امتى اقرر ان انا لازم اخد خطوه ناحيه الطاقه الشمسيه؟ لما الاقي 400 بقت 1500 و2000. الله يبارك لك، انت في عندك بيوت فاتوره الكهرباء بتاعتها بتعدي ال 2500، في عندك فيلل حدث ولا حرج. ده لازم يروح، ده مفيش فيه هزار. محطه البيت تتكلف كام وازاي وهتعاقد ازاي مع شركه الكهرباء وهل هيرضوا ولا لا؟ هل في معوقات في التعاقد ولا لا؟ رقم واحد، انا بشوف القيمه بتاعت الفاتوره بتاعتي كام، لقيتها معديه ال 1500 ابدا ادور على شركه طاقه شمسيه. بعد كده بنوصل لشركه الطاقه الشمسيه، شركه الطاقه بتاخد الداتا بتعمل لك عرض بناء على القيمه اللي هي قيستها بناء على عرض هندسي عشان خاطر ده هيبقى مناسب للفاتوره بتاعتك لاستخدامك انت. تمام. بعد كده بنقدم الملف ده لشركة الكهرباء، بنقول لهم احنا عايزين نركب محطة بالقدرة دي للعميل ده في المكان الفلاني على العداد الفلاني. اديك كهرباء وتحاسبني عليها اخر الشهر. مش هحاسبك، انا هاخد منك كيلو بكيلو. تمام. هو ده، وخلي بالك ده افضل ليك بمراحل، لان لو شركة الكهرباء حاسبتك الكيلو بجنيه انت هتديها كيلو بجنيه، طب لو جم حاسبوك الكيلو ب100 جنيه هتديهم الكيلو ب100 جنيه. طب افرض انا زايد، هيبقى ليك رصيد كيلو وات يترحل معاك للشهر الجاي. تمام، يعني مسافر مش عارف ايه قفلت البيت هو كده كده شغال، ما عندكش مشكله شغال وهو بيرحل نفسه لايه وبيتخزن لي لا بيتخزن لك كرصيد كيلو. تمام، لكن مش فلوس. مش فلوس. تمام. بس شركه كهرباء بتدينا موافقه، بننزل نشتغل، وبناء على كده بنخلص المحطة وبنبلغ شركة الكهرباء. شركة الكهرباء هي اللي بتيجي بتستلم المشروع بناء على المواصفة القياسية اللي موجودة في شركة الكهرباء، بتعتمد بتمضي هي تعاقد مع العميل على العداد الجديد، العداد التبادلي، بيغيروا له العداد القديم ويركبوا له عداد جديد واشتغل. انت قلت لي سعرها كام دي الاول؟ دي مع المحطات برضو قدرات، من كام لكام؟ خلينا نقول متوسط سعر الكيلو وات في المنظومات المنزليه بتتكلم تقريبا في رينج 15000 جنيه، يعني لو انا عايز اعمل مثلا محطه 10 كيلو 150000 جنيه. السخانات. طيب. امتى الجا لها وتبقى حاسمه وضروريه في البيت؟ تمشي جواها الميه لغايه لما تتجمع فوق وتنزل لي في كل الحمامات وكل المطابخ ميه سخنه. السخانات فيها ميزه خرافيه. السخان ميزته بمنتهى البساطه ان ممكن اي حد في اي شقه مهما كانت صغيره وحجمها يركب سخان. ليه؟ لان هو ما بيتعداش حجم الفوت برينت بتاعه اللي انت شايفه ده. صحيح، حوالي 3 متر بالكثير. بس كده. وده سخان 300 لتر، 300 لتر ده يقوم بشقه فيها 5 افراد. طيب القيمه بتاعت السخان كام؟ خلينا نقول بيتراوح من ممكن تقول مثلا بيبدا من 23000 جنيه لحد 35000 جنيه. يوفر لي قد ايه؟ 25% تقريبا من فاتوره الكهرباء بتاعتك. طب يعني هي مهمتها انها تقلل الكهرباء 25% توفر لي ميه سخنه دايما بشكل مستمر. مظبوط. بكره اخد منها طاقه. لا، احنا ده مخصص للسخان. لا ده مش خلايا، ده مجمع عشان خاطر تسخين المياه. الميه تمشي جواه وتسخن. ال- 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 الميه جواه ماشيه في مواسير الزجزاج عشان خاطر تسخن، يبقى انا باخد من ده ميه سخنه، الخلايا احنا بناخد منها كهرباء. في سخانات بتحط فيها الكهرباء احتياطي عشان خاطر لو انت عندك يوم ما فيش فيه سطوع يبقى انت عندك الكهرباء تعرف تخش تعوض. لكن غير كده يا شغال لغايه الساعه 6 هي شغاله عندك، ما عندكش مشاكل. وما فيهاش تخزين برده؟ ما فيهاش بطاريات؟ لا 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 خالص، ده انتاج مباشر. طب افرض انا عايز احط بطاريه عشان ليل ونهار اشتغل بيها. ما انت شغال ليل ونهار، ما حدش قال لك ان انت مش شغال. ما انا شغال بالنهار هنا وبالليل شغال بطاقه الحكومه او لا كهربة في السخان الحكومة. انت معاك ميه سخنه، معاك خزان ميه سخنه. خلي بال حضراتكم، المهندس محمد جلال رئيس شركه اي سولار بيتفرد بوكاله شركه بور باور لمواسير ضخ المياه من الابار الجوفيه، وهي البديل الحتمي للمواسير الحديد، يعني لا تاكل ولا برومه ولا صدا ولا احتكاك. وبالمناسبه دي فيها براءه اختراع عالميه لقفل الجلبه مع الماسوره، يعني الجلبه عمرها ما تفلت من المضخة مع اهتزاز الموتور، وتصممت مخصوص للهدف ده. ده بخلاف انها مصممة لتحمل الاوزان، يعني مثلا المضخة والموتور وزنهم بيعدي 300 كيلوغرام، ووزن عمود المية بيعدي طن. ده بخلاف وزن الكابل البحري. كل ده الماسورة بتتحمله. باختصار، حديد في مية اكيد عمره الافتراضي محدود، لكن الماسورة مصنوعة من مادة اليو بي في سي بتكنولوجيا ألماني وخبرات هندية. باشمهندس محمد جلال، يعني دايما بنتكلم عن مشاكل الطاقة الشمسية وازاي ننشرها وازاي ان احنا نفهم الناس قيمتها وازاي انها طاقة متجددة وازاي انها طاقة نظيفة وازاي ان في دول في العالم بترفض دخول اي حاصلات زراعية ليها غير المزروعة على الطاقة المتجددة النظيفة.
طيب انا عايز نصيحه قبل ما نقول النصيحه نقول معلومه ونضيف ان الدول اللي بتشترط وجود طاقه شمسيه في الصناعه بتاعتك او الزراعه بتاعتك خلينا نقول ان دول انت بتقدر تبيع لهم المحصول بتاعك بسعر يختلف تماما عن سعر المحصول العادي. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بيتفتح لي اسواق جديده وبيتفتح لي هامش ربح جديد اقدر ان انا اشتغل بيه وانا مرتاح. النصيحه بقى وانا بشتري ادخل ابص على الخليه ازاي؟ ابص على الشركه اشوفها ازاي؟ فهمني. مالكش دعوه بالخليه، مالكش دعوه باي حاجه، بص على الشركه، الشركه هي الاصل. دور على شركه تعرف ترجع ليها وعليها، دور على كيان يقدر ان هو يلبي لك رغباتك بمعرفه فنيه مظبوطه بسعر يكون مناسب ليك بتسهيلات يقدر ان هو يوفرها لك عن طريق البنوك. قبل ده كله دور على كيان تقدر ترجع ليه وعليه. خلي بال حضراتكم، المهندس محمد جلال بيوفر فعلا خلايا شمسيه مختلفه بجد، بتصنعها شركه كنديان سولار، وهي شركه كنديه بتشتغل في الصين بمواصفات عالميه. كمان هي أفضل استخدام لتطبيق المضخات، لأن خلايا شركة كنديان سولار بتتميز بأنها بتنتج أعلى أمبير، وده اللي خلى المضخات بتحتاجها عشان تشتغل بأعلى كفاءة. وبالمناسبة شركة كنديان سولار من أكبر 5 شركات في العالم لتصنيع الخلايا الشمسية، وهو الموزع الرسمي ليها في مصر. هل البنوك معتمدة شركات معينة لعمل محطات طاقة شمسية؟ البنوك بتعتمد شركات رسمية. يعني ايه؟ يعني انا عشان خاطر البنك يعتمدني لازم اكون شركة ليا سجل تجاري وليا بطاقة ضريبية وليا ملف تأمينات وليا شهادة اعتماد من الهيئة، لازم اكون كيان قائم. على فكرة انا عايز اقول لك حاجة، قرار البنك المركزي انا بعتبره انتصال لحضرتك جدا، لان انت اللي طالبت مرارا وتكرارا بدخول محطات الطاقة الشمسية ضمن مبادرة ده حقيقي. عشان كده احنا بنقول النهارده لكل العملاء، اليوم اللي بيعدي وانت مركبتش فيه محطه انت خسرانه. في القطاع الزراعي؟ في اي قطاع، طالما عندي احتياج يبقى اذا اي يوم بيعدي عليا انا ما غطيتش الاحتياج ده بيساوي خساره. عايزنا كلنا نجيب مثلا الفواتير لمده سنه ونشوف تصاعدت ازاي. مظبوط. لو انا عايز اقول لك على حاجه مفزعه، عارف انت لو عملت ده، انت لو عملت ده بينك وبين نفسك والله هتتخض، مش هتصدق. طب استها ممكن يبقى كام يعني؟ تقريبا نفس قيمه الفاتوره اللي انت بتدفعها، يعني انت مش هتحس باي تغيير، ولكن انت هتدفع لمده معينه وبعد كده فور فري. الفرص كتير للاستغلال الامثل للطاقه الشمسيه، ومفيش جدال انها امل كبير للقطاع الزراعي، وكمان في حياتنا بخفض استهلاكنا من الكهرباء بمحطات شمسيه منزليه. وعلى فكره تكلفتها بترجع في 3 سنين، ولو العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية 25 سنة يبقى 22 سنة بنستهلك فيها الطاقة ببلاش.